السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في عمل الجيمينج. الحين عندنا لعبة اسمها فارمينج مانجر، عندنا قطعة أرض في ما أعرف مكان فاضي عندنا، وعندنا بيت ومخزن فاضي، هذا كل شيء صفر فيه، وعندنا البيت نفسه والبيت شو أرون هناك شو أقدر أزود المكان أبغريد بيلدينج 10,000 نايس. لعبة هاي إدارة مزارع، يعني من منتجات حيوانية، منتجات زراعية إلى آخره إلى آخره إلى آخره، إلى حقول ما بحقول إلى آخر شيء أبغى حقول صانع وإلى آخره ومباني. بنبدأ من البداية، بداية بنبدأ بيوت بلاستيكية لإنتاج الخضرة، أغلب بيوت بلاستيكية والله شور. طيب الحين أبغى أسوي تصميم، تصميم يا تصميم، مين أنت يا تصميم؟ أبغى المكان قدر المكان مضغوط. طبعا نحن نفس ما نسوي في البيت الرئيسي، ماوس دراج، البيت الرئيسي خله محاط بالشارع، حطي بيوت بلاستيكية هني. انا اخذت لفة وطلعت فيديو صراحة عن اللعبة، سوشال عندنا بيوت حق الناس، انيمالز برودكشن سيد لينك برودكشن، انتاج البذور عندي بعدها، بس السكرول في اللعبة كئيب، ندور على أشياء. وعندنا مستودعات، دراجات حق سيارات، عندنا ديكوريشن، بس هل يطلع من خاطركم ديكوريشن؟ وعندنا أشياء ثانية. هاي البيوت البلاستيك جرين هاوس، في عندنا الكبيرة الضخم، طبعا احنا بنسوي كل الحجم الكبير. الأشياء أبغى أسويهم على الشارع ولا ما أبغى أسويهم على الشارع؟ هذا السؤال، لأن إذا سويته مهني على الشارع يبقى نحتاج جراجات وأشياء. شو بسوي؟ خلوني أسوي هذا بالطريقة هذه، إن شاء الله عندنا مليون، بس ما أعرف كم بيكفون لأن كل شيء بالآلاف قاعد يكلفني. إنزين بنسوي بيوت، أول شيء بلاستيكية هني، في إمدادات كهرباء صح؟ في إمدادات كهرباء، معناه لازم أحسب حساب الإمدادات. المزارع بتكون بالعرض، فلو أسوي ابتداء 4 بيوت بلاستيكية زين، وأمد لهم شارع، أزرع خيار ولا طماطم، فيها سوالف أورجانيك ترى بعدها جميلة والله. أقدر أحل الحين دم أنا عندي مساحة أروح أحط بيوت على فكرة هنا على الشارع، بس مشكلة ما في ديكورات حلوة، ديكورات صراحة تعبانة. زين خلنا نشوف سوشيال، هذا الموظف الدايم وهذا الموسمي، موسمي أظني حق الحقول، حقول يعني، بس حطي هذا نخلي فراغ، بيوت بخلي مجال حق ديكورات، لا مو بحط الشارع، بحط قريب الرود بس، خايس ما با كيف أكسر أشياء بي، لا بي الأكاونت دي دمولش، ما في دمولش، لأن إذا أي بشارع ثاني فوقه بي أعرف كيف أكسر، ما هذا الحمد لله حصلت شارع خايس مو حلو أبدا. خلنا نشغل اللعبة، أظن محتاجين هذا يغطي لنا المزارع كامل ويغطي البيت. الحين اللي باقي، مش اللي باقي الحين، خلي يخلصون من بيت البلاستيكية، خلنا نشوف والله نايس، يا ليت اقدر اسوي زوم ولا اشيل الروف توب، يمكن في طريقة انا ما اعرف عنها. سيارات اخلي مو انا بنحن عندنا بيوت بلاستيكية عشان نرتاح من العذاب هذا. انزين خلنا ندق هني، اكتب هني هيا. انزين اوظف ناس، سوي انا
فلترة في الموضوع. أيوة بالبلانتس اللي يزرعون، إحنا نبغى نزرع بس اثنين، لأن أبا حق ثاني بلانتس بعد ما علي، بنسوي حق اثنين ونبغى نزرع، نزرع أشياء أورجانيك. خلنا نشوف، شوفوا يقولنا you need 1 كي جي 56، ما أعرف شو العملة هاي أنا غريبة، 50 يوم لين تنمو، تقريبا 400-324 السايز مال بيت، ميتد ييلد ريفينيو 1700 وشوي، 6000 أورجانيك كم يوم؟ 50 يوم بعد. بلاك كرنت بلاد أورجانيك، ما أعرف شو سالفته، بس خلينا نحاول نزرع هذا ونشوف نباتات ثانية. ريفينيو 50 يوم، ما بقى كلهم 50 يوم، 50 رد ببر. أو خلينا نحط البايو، أوه أغلى حبيبي، ها 7000 رازبري. أوه زين، نشوف نباتات بعد، بنحط البايو العضوي يعني المواد العضوية، أظني كابج. الحين هو شو قلنا؟ قال لا تسوي خيار ولا تسوي هذا، انت شفت كيف وقت هو كابج بعد صورة. طيب يعني يقول الجزر هذا سعره نازل، خيار سعر طلب عليه في السوق مرتفع، انا اسوي خيار، خيار عليه طلب مرتفع، معناه روض انه اوكي. في اللعبة وايد اشياء، مثلا الفرد هذا ممكن اشتري له تدريب، وهذا يأثر في حجم الانتاج، حجم الانتاج يكون اعلى اذا هم مدربين، بس المليون ما اعرف كم بتكفيني انا صراحة، بس بنشوف. انزين الحين شو السالفة؟ يقول ما عندهم موظفين، هم وين؟ هم اثنين هني قاعد يشتغلوا، اثنين يشتغلوا هني، لازم موظفين اكثر. مو عندنا حد مهتم في النباتات، ها هذا نباتات، نباتات والله اربعة حلوين. خلنا نسويهم ماكسيموم، هاي تكلك البيت، برفع الماكس مالهم كلهم. هذا معناه، اظني العلامة معناه خبير نباتات. زين بيونا هني صح؟ زين البروسس شو يحتاجون؟ يحتاجون اول شيء يحرسون، يعني يحفرون المكان، يحرسون الارض، يجيبون السيز ويزرعون. شو استول ارتجريشن سيستم فور، لازم ما اعرف شو، انا ثبت سيستم، سيستم ري اوتوماتيك، هذا نايس. يقول لي خطا نات انف ستاف، زين نات انف ستاف موضوع ثاني، لان الحين انا عندي قاعد يشتغلون كلهم من مكان لمكان صح. بالتالي شو نحتاج بعد حق زراعه اللي شفته انا حاليا؟ هالمعلومات اللي اعرفها قاعد ابني عليها شيء سريع. نحتاج خدمات، وشيء بما ان سوينا نظام ري، شوف المنطقه اللي يغطيها، نقدر نحط هذا هنا، نحشره هنا، بعدين نكمل بيوت بلاستيكيه اظني، نطور نقدر نحط هنا بعد، لان هذا ممر خدمات بعد. كيف ما في كهرباء وهذا عندك شو يسوي حبيب؟ زين بس توا عندي نظام ري، اقدر انزل المجال ماله وارفعه، الا على شيء، الا على شيء. انزين الحين اللي انا شفته كان يبغى مينور، مينور اللي هو السماد، السماد وهو هني بيكون في المينر ستورج. الحين يبغى لي هالسوالف ما احطيها مع باقي الاشياء صراحه، لان هني بيوت بلاستيكيه بخرب اشكال، فان شاء الله انا ما قاعد اخسر كل الفلوس على الفاضي. اوكي ان شاء الله نسوي هنا شارع وسطي، لا الحين حاليا لا، بنحطي رماد ولن تطول، ما بأخبيهم يعني، لأن السماد يأخذ كم مساحة صبح المشروع، ما بيقعد هني، ممكن يقعد هني بس ما منه فايدة. ممكن أحطي آخر شيء، ممكن أحطي آخر شيء، لأن ما أعرف إذا امتديت بعدين أقدر أشله يريلوكيت على المباني ولا ما في. في ريلوكيت هاي تكليك، انزين ذا هول اظن توهكت فيه، تدرون
مشكلة عادي، نشوف بعدين الموضوع. حبيب يبا والله أظني أنا الحين مسترسل في الصرف ومش مستوعب كمية الصرف. أنا شفت المليون وايد بتوهق. هني شو سووا؟ الله صوب فلو الاثنين يشتغلون. هني البيت كم واحد يشيل؟ ثمانية. إذا يشيل ثمانية هني وين عمرك؟ لا تنسون أنا جالس أدفع لهم رواتب، يعني حين هذا مثلاً حتى على الفلانس هذا قاعد أدفع له راتب ثمر، هاي قاعد أدفع له راتب 1100 على أساس تغل وأقدر أخليها شو تستعمل سيارة ولا هذا. أدفع لها 1100 وشي بس على أساس أنها تشتغل في الشهر، يعني هاي العادة أدفع لهم 7-8000 في الشهر. شهر كم نحن؟ 4. بس هلا تشوف ستوي رفرش. هي ستوي رفرش. هلا موظف 6 غامر ست اللي حصلهم موظفهم بخصوص الكلس خسر عليهم فلوس على أمل يطلعوا لي فلوس. زين الحين بيبدون شغل وين؟ هني هذا مكان ثاني بعد خطير. شو بيسوون نكست؟ ما في عمال. معقولة 4 بيوت بلاستيكية يستهلك هالكثر من الناس؟ كم ممكن يكون فايدته بالنسبة لي إذا أنا قاعد أدفع كل هذا كلفة تشغيلية؟ نشوف عندنا مسجات ما عندنا إيرز الفاضي. لا هذا بس شكل توقعت أقدر أشل السقف ماله، ما اقدر اشيل السقف لاخره. بس اذا بس كليك واحد اقدر اعرف شو قاعد يستوي. ماي ما يحتاجون كذا، ما يحتاجون، امورهم طيبه. بس هم من ينزرع؟ هل هو عندهم بعد الزرع 50 يوم؟ ان اذا عندهم بعد الزرع 50 يوم معناه عندي وقت وايد ان اسوي اكثر من 4 بيوت. هاي الفكره عندي. ورنك not enough stuff. هني ما في موظفين يقول، بس لأنهم قاعد يخلصون أماكن ثانية. شوفوا يخلصون واحد واحد، هذا مو مشكلة. بس هذا سؤالي الحين، يعني إذا خلصوا هذا وين وصلوا؟ ليه هذه تصفية الأرض ولا خلطة السمان تقريبا؟ أظني لازم أشتري سماد من السوق بعد. صبر صبر. هاي شل 20,000 حلو. تخزين سماد السوق. أين أنت أيها السوق؟ بينك السوق. أوكي سيرتش ماركت. لا هذا شو؟ أيوة ستاف مانيجر. أقدر أشوف حالتهم وكل شيء. فيري نايس. اثنين ركود تبن لهم شو؟ اوكي طلع. هاي يروحون يرقدون بعد ما باهم يفتحون. هاي مصيبة. تظر يعني شو؟ هاي كورسات. يقدرون ياخذون كورسات. ها 90 يوم. طيب هني شو نبا استماد اللي هو بتحيدونه من فارمك سيميليتر مينور. ايش مقدر اشتري؟ عندي كل شيء الحين. قاعد كلفني في الشهر ان 95,000 السنة هاي قبل لا ابيع. قروض اقدر اخذ. اكاونت هستري كله ماينس. اوكي الحين بنس قاعد ينزل لحظه. هني الفارمز مالي شو حالتهم؟ كالتيفيشن الحين قاعد يسوي لهم. اللي هني not enough stuff. أظني إذا يجيب أكثر كل اثنين بيشتغلون فارم فبيكونوا مثاليين حق 4. animal list overview خره. ما عندي حيوانات. building list خلنا عليها. هني production manager
اقدر انتج اشياء، عصاير الى اخره. هني مكاين ما عندي، هني السوق اذرز الى اخره. انج برودكشن اقدر اسوي فلتر من هني. لما تقرا تترك ما يستوي. انج برودكشن بس مو اقدر اشتريها، يمكن في مكان ثاني للسوق. ام بالك ام ماركت، ماركت وين هاي صورة الماركت؟ انا في مكان غلط، هني باي مينور. لا نينور ما ينفع، مينور ايوه. الحين اشتري طيب 4000، اشتري مينور، ما ظني بحتاجه قريب. انزين هذا معناه اذا وظفت الاثنين غير مفروض الخيار يشتغل 100%. انت تعاي وانت تعاي، اخر وحده يبالك يا سيران ايرين ترين. الحين خسرت، تراني بلاوي 8 موظفين على 8 حقول. على فكره انا ما اشتريت حبوب، احيد يوم لعبت 2017 فارمنج سيميليتر ولا 18 كان ما اذكر، كان لازم تشتري كل شيء بروحه ولا حسبه. الحين اللي شجعني اني العب اللعبه اني انا شفته، شوفوا يا راس الشهر يخصم منا فلوس. وين كان هني بجت؟ كان هني هني اول واحد. لا 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 شو مانثري رنت اكونت. هذا كم عندي؟ هذا كم عندي؟ اوكي ميد بجت 10000 وشي في الشهر، لان رواتب لا تدفع وايد. انزين الحين هم بروحهم يشترون ويون يزرعون. الشيء الوحيد اللي ما اعرف بيشترون اللي هذا بعد، هذا هو السؤال. خلنا نشوف الليرز. اوكي هذا في الزراعه، هذا شو يسوون هنا؟ خلنا نقارن بين هذا وبين هذا. اوكي هذا قاعد يزرعون، اذا ادق الليرز بنشوفهم قاعد يزرعون. هذا فيري نايس، الطريقه اللي انا اقدر اطالع فيها وايد حلوه. يعني هذا الحين خلاص بيخلص زراعه. انزين اذا السالفه شي، خلينا نبدا شيء حيوانات. شو رايكم؟ انا هذا الصوب الثاني هني افكر، يعني منطقه جرين هاوسز اني بمقابلهم حيوانات افضل، لان هني بخليها كامل زراعيه وحيوانيه بهذا الاتجاه. حلو، فاقدر اطلع الشارع من هني لين 1 2 3 4 5 6 1 3 5 6 ست فراغات، يعني الشارع يكمل من هني لين مستوى عندنا الاتجاهين بنفس القياس. بس البيت انا حطيته ورا على اساس شو ثلاثة يبالي حق البيوت. أنا شو بسوي؟ البيوت راح أغير قياسه الطريقة هذه، لأني بحتاج دام السالفة شيء 1 3 4 أبغى يروحون الدوام. يعني البيت محاط بالشوارع، أبغى يكونون قريبين على شو؟ على دواماتهم. وهذا الشارع على الشارع العام بكسره، بدل ما اسوي زحمه استوى شوارع داخليه. انا بالطريقه هاي الحين اروم احط اشياء ثانيه. اللي انا شفته يحطون وايد اشياء، بس بنروح الحيوانات الانيمالز. نقدر نحط نحل، لكن اوسترج او نعم او ابا نعم ايش فار سمك او شيء تقر سبع نعم. نشوف عندنا خنازير مول شدها ما بقدر اكتل لقوت انت شي بروفيسور الماعز والخربان. انا الصراحه بخسر نعوم، زرعت نعوم ورا البيت بالعكس 3500 3500. ما بحط اكثر، ابغى اشوف سالفته بالطريقه هذه. ما في كهرباء، كهرباء حسب نحل عمومي. سويت تصميم حق الكهرباء، أظن بيكون مختلف، تلعب ويخليني أنزل.
والله انه يحط العواميد اي شيء عادي، بس ما يحط يعني غلط صراحة. ليش كهرباء ما وصل؟ لحظة يمكن اذا غلط في الطريقة. كهرباء يمكن هاي المسافة اطول من هذيك، ف حط لي واحدة غصب بيني الخايس. ما عليه اوكي اتس فاين. انزين نحن شو محتاجين حق هني؟ عمال اساين، ما عندنا انيمال كيبر. اساين معناه بنحتاج بيت. اظني خربت ابو موضوع البيت تو. زين كوشل او يغير، هو غير مكان العمود حق البيت. هذا شيء نايس، الصوبين نفس الشيء. وبني بأسترج only organic only not أبا organic أبا كل شيء عندي في المزرعة صراحة شخصيا. خلنا نوظف حد animals. animals أول واحد كفو، هذا full animals. أرون ماكدونالد عليه الأهل بيج ماك. تعال والانيمالز، تعال اثنين انيمالز وخلنا نوقف شوي. ايه هاي الفل ماي 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 الليفل حتى هاي منو؟ لحظه لابسين هاي بلانتس. يبدلون لبسهم، يبدلون لبس حسب شو يسوون. نايس سو نايس. زين الحين هذا خلص الا خلص مشكلة. واحد ثلاث، هذا كم باقي له؟ 50 يوم فرضا. هاي شو السرعة اللي قاعد يمشي فيه الحين؟ سبرينج انتي فوق. اللبس هذا عساس يرشون الكيماوي او قاتل الحشرات بالاحرى. واو بس الحين ما رشوا ولا بيرشون؟ شو السالفة الحين؟ بيرشون بعد هذا 50 يوم؟ وايد. معناه المخزن بعيد. لحظة، إذا هم بيمشون إلى هذا المخزن حق كل شيء هذه مصيبة. وايد درب يبالهم. ما في مواصلات؟ ما في صح؟ أبا أزرع فارم الحين. فنون. موظفين اذا بيمشون حق هناك وايد قليل. اقدر اسوي لهم مستودع هني يستعينون فيه؟ صح. خلينا نجرب اذا احط هني تفنى ستور وير هاوسز روز بلانس فيجيتابل مينز ديري بوتلز وافي كل شيء مجمدات واشياء اخرى. هذا بارن، بارن في فيل هيسترو، مو هذا مال الحيوانات. هذا سايلو حق الحبوب معروف، هذا حق السماد انواع السماد. بنحطي اذا نحطي والله مبنى له حجم طيب الطريقة هذه ان شاء الله تتسر عندهم الطريقة. ابا اختصر طريق 50 في الشهر راح يكلفني، لان بالطريقة هاي ما ينفع، ما ينفع صراحة. بيونه هني ان شاء الله تستعملون هذا. هي قاموا يستعملونه نايس. يعرفون فرق الدرب؟ يروحون البيت بس يرقدون. قاموا يستعملون هذا نايس نايس نايس. هذا الحلو ممكن اسوي له نسخه هني ثانيه. زين هاي شو اخبار؟ هني لازم اسوي حق كل حد اساين. زين عندي انيمالز، عندي اثنين تغرف المزرعة على كيفهم. What the hell؟ فنشك والله فنشك خايس.
ليش بلونتس كم موظف في بولهم؟ ما عندي امبلوي مانجمنت. خلينا نشوف مانجمنت كيف اعرف الفارم كم واحد يبالي، لان الحين عندي 1 2 3 4 5 6 7 حق الفارم. هاي مصيبة ثانية. Work in greenhouse current place. ما اقدر اغير مكانه. Work greenhouse. ايش؟ ايش؟ تبي تشوف مال بلانتس. انه هاي البلانتس اظن مخربين الدنيا. إذا سوي الساين يعطيني ناس زيادة. شوفوا مال القهر. أنا لحظة الحين 4 بيوت 10، البيت 3، أنا 12، أنا هني في 8. حلو، 2 من هني أخذ 9. 9 2 من هنا، لأن لو أدق هنا أساين أعطيني 3. كيف جيت؟ خلنا نسوي هاي الحد أنيمالز. أنيمالز هذا فل، أنيمالز هذا فل، كل وحدة لها أساين شخص. أساين عندي الحين 2 حق شو؟ حق أوسترج. أنيمال باي. اشتري الحيوان دو. اوه هاي شغلانة. صبر صبر، اذا كل بيت يباله عام هاي شغلانة شوي، ولازم اشتريهم انا بروحي. شوفوا اوه الشحنة شو كيوت. شو كيوت لحظة. شو نويس ابا نعام. لازم باخذ 5 اروم اشتري 10 صح؟ ينتجون لي بار، شو ينتجون لي؟ باي واشتري هني 10 كورن. هل لازم اشتري الذرة ولا شو لازم اسوي؟ مكلفين تراهم. الحين انا اخاف ادخل في خساره لهول ما لها اخر موايد لحساب. انزين بما ان عندي عمال. شوفوا شوف نايس جونك. اي نزلهم حبه حبه بعد يخلونهم. نايس. انزين هل شو محتاجين؟ اكل. اكل يوز اورجانيك فود كور الى اخره الى اخره. خلينا ندخل ماركت نشتري مثلا 1000 حبة من هذا. كم اقدر اشتري؟ سايلو مول سايلو لاش تخزين اكل حق المزل. ها مثلا نسوي نفس اللي هناك، بنحط الشارع النهاية اللي ما تقدر، بنحط آخر شيء شو؟ تخزين غير العود مسطن 5 إلى 10 آلاف. والله أحس إني بندم على كذا صرفي. وكهربا ما يبغى. يبغى كهربا. هايلو بس مفروض ليش احتاج كهرباء؟ ما احتاج كهرباء. نشتري النذرة ايش هذا؟ لا 1200 شوي. مفروض حد يوصل له النذرة صح؟ سيارة جاي بتجيب 100. مفروض شنو الاكل بهنين الجماعة يشتغلون في هايل بعدين يأخذون السيارة. نشوف سيارة البرد كيف كيف عندي اشياء.
السيارة ترى شو بين ألف مين صار من ألف من الزرة ما عندهم أكل الجماعة زين أنا مشتري الحين ألف قبل شوي كان في صورة السيارة هاي ألف في ألف كيف يقولوا لهم أكل لازم سيارة أدر التاكس تول تريلرز إن أدر تول في الوركر تول البرودكت ترانسبورتيشن إز مور فاست بوت فور مور وين 5 أظني وهكت نفسي أنا سيارات تولز هاي نفس فارمك سيميليتر بس من فوق فرتلايزر لا فرتلايزر لا بس تريلر اظن لازم نبني مجموعة اشياء الحين بس اساس انقل الذرة من هني لين هني الموضوع مش بهالبساطة انزين السالفة شي بنتكمل الحلقة الجاية ان الحين هاي كانت الحلقة الاولى 30 دقيقة انتم عارفين نظام 30 دقيقة اللي بادينا في القناة نشوفكم في الحلقة القادمة على خير والسلام عليكم.